السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي المشاهدين، أحييكم أجمل تحية في حلقة جديدة من برنامج ذاكرة معاصرة. ذاكرة معاصرة اليوم تستضيف الأستاذ الكاتب والصحفي سرمد الطائي. أستاذ سرمد، مرحبا بك في ذاكرة معاصرة. يا مرحبا بكم، مرحبا بالمشاهدين الكرام، شكرا على هذه الفرصة. قبل كل شيء يعني سعيد جدا أنه حضرتك اليوم معنا في ذاكرة معاصرة، وأتمنى إن شاء الله أنه تكون حلقة تليق بسرمد الطائي. الله يخليك وسلمك. يمكن عندي السؤال الأول النمطي في ذاكرة معاصرة مع حفظ الألقاب، سرمد الطائي، الولادة، النشأة والتحصيل. مرة كتبت أنا عن فكرة أنه سيرتنا شنو هي أو أعمارنا، سألني يمكن صحفي أجنبي قال كم عمرك، فقلت له مسافة بين دبابتين. يعني ما تقاس بسنوات، تقاس بما فيها رعب ودمار. ويعني الدبابة اللي كانت بطفولتي تقف على شط العرب في منطقة السيبة جنوب أبو الخصيب مقابل مدينة عبادان الإيرانية، وتقصف بالجانب الآخر من الشط، والدبابات الأخيرة اللي تحيط بينا من نروح لبغداد وكركوك والمدرعات اللي نشوفها على طريق الموصل. أبالك السبب، فأعمارنا محصورة المتراس بين دبابتين، يعني تتسع الإزاحة وتضيق حسب الأحداث. في الحرب فتحنا عيوننا، الحرب العراقية الإيرانية، ثم 91 صارت هجرة قسرية إلى إيران. يعني بالنسبة المعظم سكنت الجهة الشرقية من شط العرب، دخلنا بوهم أنه نتسوق ونخلص من القصف مع علي حسن المجيد بالانتفاضة، ونرجع خلال سويعات، وإذا بالسويعات تستمر 12 سنة. فهناك صار الانشغال، فرص الدراسة ما كانت متاحة للعراقيين، اللي ما كنت تعريف لوجودهم، لا احنا نازحين، لا احنا لاجئين، لا احنا معارضين، ما ندري شنو. حتى بطاقات التعريف ما حصلنا عليها ولا حتى العمل ابدا، ممنوع من العمل انت. فكان الخيار الاقرب هو الدراسات الشرعيه في الحوزه في قم، وكانت مغريه بالحقيقه. قم حوزه تاريخيه بها مدارس لغه ومدارس فقه ومدارس اصول ولا تهون النجف، زملائنا واصدقائنا والفلسفه. فهم دخلنا على أساس ندرس سنة أو سنتين، نتعرف على أجواء، بلكي تصلح الأمور نرجع نكمل بالجامعة. بس هم أخذتنا تقريبا 7-8 سنوات. أنا بقيت بالحوزة، سقط صدام رجعنا للعراق، ولقينا صدامات بعد صدام، ولازلنا نعيش بينهم. هذه خلاصة ما حصل طوال 43 سنة. 43 سنة. أنا اختصارك عجبني إلى حد الدراسة، أريد أخذك للصورة رقم واحد مع شيء له معنى في قلبك. أي نخبة، هذا نظام أخلاقي مو نبتة. إخوان الصفا يقولون عنها أخت الإنسان، نعم، لأنها الشجرة الوحيدة التي حين يقطع رأسها تموت. وإحنا أيضا في موروثنا الديني يعني الحديث خلقت من فاضل طينة آدم. فإخوان الصفا هذا تعبيرهم عنها، في تراث أهلنا يعتبرونها نظام أخلاقي، لأن الخير اللي بيها والحياة اللي تمنحها لهم، سد الحاجة، القوة الاجتماعية اللي تمنحها لهم، تخليهم قادرين على فعل الخير وأن يكونوا طيبين. أنت منحتك أشياء إضافية، النخلة منحتك أشياء إضافية، مثلت لك عنصر كرم يمكن. أي يعني إحنا بالنسبة لنا نسكن على أطراف الصحارى، اعتزازنا بالنبات غير شكل، مو مثل الأوروبي مثلا وين ما يروح هو نبات حوله. فعلاقتنا بالنبات مختلفة. من يعني من أمنياتي الآن أشوف غابة نخيل أثناء المطر، حتى تشوف شلون الجذوع تتنفس هذا البخار الأبيض، كأنه تشوف تقرأ ناس عن
قصة الخلق الأكدية، مو مجرد مطر على نخلة جميل. أو في بستان جميل. سجل الصور أيضا حافل مخرجنا العزيز، الصورة رقم 2. هاي الصورة تجمع شخصين، ما الذي جعل هذين الرجلين يعلنان حربا ضروسا أكلت خيرة الشباب من الطرفين؟ نقص الخبرة السياسية، اثنينهم ما يفهمون سياسة. خميني عالم فقيه كبير، متصوف خطير أيضا وشاعر، نعم، لكنه لا يفهم في السياسة شيئا ولم يقرأ التاريخ. صدام حسين قرأ النسخة السيئة من تاريخ البطولة وكان مستعجل جدا على الطريقة العراقية. العراقي طبيعته شخص عجول. صدام مثل النظام الأخلاقي العراقي في قسوته وفي تسرعه وفي اندفاعه. طيب. وظهر بشكل غريب في سنة واحدة 79، هذا صار قائد لإيران وهذا استولى على السلطة بالعراق، وهاي كانت سنة الرعب بالنسبة لكل الشرق الأوسط، ندفع ثمنها حتى هذه اللحظة. وهنا أسأل بمعادلة الربح والخسارة ومن خلال أبحاثك، من كان المنتصر؟ معادلة الربح والخسارة العادية البشرية، من كان المنتصر، العراق أم إيران؟ إيران. أنت تعرف الخاسر، أدري بيه. إيران خسرت أمام العراق تلك الجولة. يعني لما رحنا بالواحد وتسعين، نعم، كان العراق وضعه أفضل من إيران بعشرين ثلاثين ضعف. ما كان عندهم ملابس يلبسون، سيارات ما عندهم. لما أخذنا هذه البرازيل الفولكس واجن، نعم، المطعطعة، الإيرانيين ما شايفين مثل يباعون عليها، شنو السيارة الحلوة الكذا. استنزفتهم الحرب، استنزفتهم. بس هم شخصية الإيرانية شخصية بناءة وصبورة وحاذقة، فسرعان ما نهضوا من جديد وعادوا الوضع الزراعي والصناعي. طيب، من هم تعتقد تاريخيا المتورطين في زج جارين في أتون هذه الحرب؟ عبارة يقولوها أهلنا القدماء، يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعله عدو بعدوه. لكنها إذا كان صانع القرار جاهل، نعم، فبعد مو مهم منو تدخل ومنو الدفاع ومنو. مع هذا الجريمة دائما نبحث بها عن المستفيد، والحرب جريمة كبرى بالتأكيد. من كان المستفيد حتى أتكلم بلغة يعني الأبحاث الجنائية، منو كان المستفيد من صراع الجارين؟ ربما مثلا اكو يقول امريكا، اكو يقول اسرائيل، كل اللي يصنعون اسلحه استفادوا، الروس والامريكان واوروبا الشرقيه واللي رادوا يحمون بوابتهم الشرقيه ايضا ما استفادوا، ربما تستغل بالتاكيد. اسرائيل ايضا استفادت، تحييد الجيش العراقي، العراق كان هو الطرف بلد المواجهه الوحيد اللي ما وقع اي اتفاقيات مع اسرائيل، لا هدنه ولا اتفاق سلام ولا، وبدا ياثر على مصر، فكان بالنسبه لاسرائيل مرحب، نعم، اشغال العراق باشغال الجيش العراقي بحرب من هذا القبيل. نعم، اترك العراق واذهب للصوره رقم 3، ايران. الكلام اللي حضرتك ذكرته قبل قليل كان كلام لشاهد، لذاكره، شخص رأى الإيرانيين، لكن أنتم، أنت بعد ارتحالكم إلى إيران، كيف سارت حياتك الطبيعية؟ عذاب مثل حياة أي مهجر سوري الآن يعيش في البرد والصقيع على سفوح جبال دهوك. قيل أنك حتى سكنت خيام، يعني خيام كلنا كانت أعدادنا كبير. يعني الوجبة الأولى من اللاجئين من الأكراد ومن أهل الجنوب وصلت إلى حدود المليون لاجئ في بلد فقير مثل إيران، غير قادر على إعانة كيف نفسه. كيف استقبلكم الإيرانيون؟ ما يشالونا، ذبونا بمعسكرات مثل الأسرة، بقينا أشبه بالأسرة إلى سنتين أو ثلاثة. يعني كيف كان ينظر؟ لما تريد تروح للسوق لازم تأخذ بطاقة تطلع بها رخصة ساعتين تتسوق وتجي وأشياء من القبيل. الإيرانيون كيف كان ينظرون إلى العراقيين وما زالت جراحهم ربما نقول خضر؟ يعني بعد هالحرب
للساحة خالصة. العلاقة الإنسانية طبيعية. طبيعية. يعني هناك بالتأكيد أشخاص يستفزون. نعم. لكن البشر هم بشر. البشر العاديين وين ما يعيشون رأساً الإنسان يكسر الحاجز مع نظير الإنسان وصير بيناتهم شراكات تجارية وعلاقات ومصاهرات. الإيرانيين مجتمع متدين. يشبهون الأتراك بمعنى التدين بالنسبة لهم أعمق من طريقة التدين اللي نشوفها بالعراق. هي مو مسجد وصلاة. المعنى الصوفي، الفرق الصوفية الكثيرة الموجودة في على يعني خلف هضبة زاغروس. نعم. وعلى هضبة الأناضول حتى عند الشمال الأفريقي بالمناسبة. تمنح التدين معنى صوفي وروحي أكثر مما تمنح فكرة أنه على طريقة إحنا نصلي لأن نخاف من الله، خاف يذبنا بالنار. نعم. إذن هي علاقة محبة يعني. لذلك تدينهم عبارة عن شعر وآداب ودموع وتهجد الليالي. هذا التدين أجمل. وحتى الآن في مكافحة الإرهاب الغربيين يقولون نستعين بالصوفية لمواجهة التفسير الصعب للدين. استخدمت هذه ربما الطريقة لإبعاد الثوابت الأصولية، لأن الصوفيين ربما يتصرفون على السجية. الصوفيين ينظرون إلى ما هو أبعد من النصوص. نعم يعني. علم أرواح يقول لك أنا هذا الثابت شيء وما أراه أنا شيء آخر. يعني الآن مدارسنا اللي تعتمد على الحديث سواء عند الشيعة أو السنة. نعم. التيارات الحديثية. نعم. اللي تجمد على النص. نعم. دائما يكون تدينها قاسي فعلا، بينما هو نفس الخميني تقرأ أشعاره يتكلم ويتغزل بالساقي والخمرة والخال اللي في وجه الحسناء. نعم. هذا يكون المفروض أكثر قدرة على تقديم نوع مرن من الدين. نعم. وإن كان بالنهاية مزق هذه الكتب ودخل بأعنف شكل من أشكال التدين للحفاظ على سلطته أمام خصومه في داخل إيران وفي خارجها. يقال أنك كنت متدينا أيضا، نفس الطريقة بالتدين اللي تكلمت لي عنها الآن اللي هي بيها لمحة صوفية. إحنا يمكن مجموعتنا كنا نشكل مجموعة يسمونها المعتزلة، كنا متأثرين بالمذهب الاعتزال. اللي هو مذهب مات رسميا يعني. نعم. ماكو الآن مسلم معتزلي، أكو شيعي، أكو أباضي، أكو أشعري. نعم. مثل ما معظم سنة العالم اليوم أشاعر، أكو إسماعيلية. نعم. صوفية، لكن ماكو ناس تأشر عليهم تقول دولي معتزلة. لا أبدا. بقوا أفكار، لكن هذه الأفكار تأثر على الأشاعر وتأثر على الشيعة وتأثر على مدارس فكرية كثيرة. فتقترب تديننا كان تدين معتزلي، لذلك بقينا نمنح قيمة للعقل أكثر مما نقرأ النصوص المقدسة. وهذا هو اللي خلانا بعدين قادرين على التمرد على النص الديني، الاعتزاز به، لكن اعتزاز به بوصفة تاريخ ضمن أو مرحلة ضمن تاريخ إصلاحي طويل ومستمر. معناها أنت ما زلت متدين ومعتزل لكن على طريقتك. بالتأكيد يعني بالنسبة لي الإسلام لحظة مهمة في تاريخ البشرية. قصي بن كلاب هو الذي أسس الإسلام. يعني قصي حول الترانزيت الدولي، طرق التجارة من العراق والشام تهربا من حروب إيران واليونان في ذاك الوقت والرومان، حولها إلى هذه الصحراء. ولم يحول فقط طريق تجاري، وإنما حول أفكار ومعتقدات وتوازنات دولية. فبالنهاية من لا يفهم الإسلام لا يفهم تاريخ 2000 سنة الأخيرة. جميل. أنت اخترت أو مختارت أجبرت أن تدرس الدراسة الدينية، لكن لو عاد بك الزمن وكان لديك الاختيار، مطلق الاختيار، ماذا ستدرس؟ هو ما أقدر أقول انجبرت على الدراسة الدينية. أول مرة رحنا بدافع التعرف، قلت لك قلنا خلينا نشوف شكم شو يدرسون الجماعة. بس سرعان ما انغمسنا بشكل جدي. يعني أنا من الناس اللي كانوا يدرسون 18 ساعة باليوم على مدى على الأقل أول 4-5 سنوات متواصلة. 18 ساعة باليوم نقرأ ما ننام. يعني أنا عمري يمكن 18 سنة مسوي شرح
لنصوص معقدة. أحيانا أكتب 2000 صفحة في شرح نصوص غاية في التعقيد في أصول الفقه على سبيل المثال. نعم. الآن أساتذة نلتقي بهم يستغربون من أراويهم الطريقة اللي كنا نقارن بها بين نصوص الكبار الأصوليين. فإذا لم تكن هناك مشروع لدراسة دينية، أكيد أنا منذ الطفولة قريب على العلوم الاجتماعية والتاريخية. يعني قراءاتي المبكرة كلها كانت باتجاه التاريخ وعلم الاجتماع وما اتصل بهذه الحقول. والكتابة بشكل عام. والصحافة؟ الصحافة هي أبرز وسيلة نشر، فكيف تبعد نفسك عنها؟ ممكن نقول أنه واحدة من خيارات الدراسة لحضرتك إذا رجعت بك الزمن إلى الوراء؟ ممكن لاحقا، لكن هي علم لو حس. لا، الصحافة الآن علم بس مو بالطريقة الموجودة. نعم. في كلياتنا مع الأسف اللي يعني مستواها متواضع جدا، الآن صارت علم وعلم غاية في التعقيد، يعني هو علم النشر والتواصل. بس الصحافة اللي أنا أحبها لا توفرها حتى الدراسة الموجودة بالغرب. الصحافة اللي أحبها هي صحافة الكتابة، التأويل والمقاربة. هذه تحتاج مني عدة تاريخية وعدة علمية وفكرية معقدة شوي. طيب، أنا بعدني بعلم الأفكار في داخل عقل سرمد الطائي. قراءاتك للتنويريين من الكتاب أمثال محمد أرجون، نصر حامد، أبو زيد، حسن حنفي، دارويش شايقان، عبد الكريم سروش، هذولا يقال أنه بعد قراءتهم انقلب سرمد الطائي 180 درجة. طبعا هاي أسماء من قائمة طويلة من أسماء قرأت لها، يقال أنها كانت مرحلة فاصلة 2001. أنت تشير إلى أسماء أثرت على حياة آلاف المثقفين العرب الذين تكونوا خلال فترة الثمانينات والتسعينات. العفو، وأثروا تأثير عميق. لكن القضية لا، دائما تبدأ من داخل الدين، تبدأ من دراسة الفلسفة بطريقة ابن سينا، تبدأ من دراسة الثيولوجي وعلم الكلام بطريقة القاضي عبد الجبار المعتزلي. هناك تفهم أنه تشوف النقاش الكبير حول حرية العقيدة، يعني بدأنا ونحن متدينين ونحن داخل الدراسة الدينية بوقت مبكر، سنة 95. يعني قد كان عمري 16 سنة وليكن ذاك العمر، كنا نطرح فكرة إذا اقتنعت بأن الله غير موجود، أو إذا اقتنعت بأن القرآن لم ينزل عبر وحي مثلا، فهل أنا أقتل، يقام علي الحد الشرعي أو لا. وكنا ننظر إلى أنه أفكار تنسف العقيدة، نستخدم كلنا أدوات القبح والحسن العقلي عند المعتزلة وعند الشيعة لنطبقها على نصوص قرآنية ونثبت بها أن من حق الإنسان أن يعتنق ما يشاء، وأن هناك فرق بين الأفكار التي تخص الغيب والميتافيزيقا وبين النظام الأخلاقي اللي يضعون البشر من أجل حفظ الأمور المهمة في حياتهم وحفظ السلام والاستقرار والتعايش. هذه كنا بعمر 17 سنة نسويها، هي اللي منحتنا الحرية لقراءة ميشيل فوكو وفريدريك نيتشه وكانت وديكارت ومونتسكيو والفلسفة الآسيوية. قبل أن نقول بالمرحلة الأخيرة دخلنا على مثلا مفكر كبير مثل الجابري اللي ساعدك على فهم منظومات اللي اشتغلت بالفكر الإسلامي، أو أركون اللي اشتغل على تاريخ القرآن. نعم، آراءك إلى اليوم حاد، دخل أسقط على الواقع أحسن. الآن نأخذ من الماضي ونسقط على واقعنا. أراك اليوم حادة، يعني يقال أن سرمد الطائي كان متطرفا دينيا، واليوم أنت ربما في رأي كثيرين متطرف علمانيا، فهل التطرف سياق في حياة سرمد الطائي؟ أحد الأشخاص القريبين من حضرتك جدا قال سامع بخلق ليعترض، قال هو سرمد الطائي خلق ليعترض. في حياته كلها هو دائما كان في صف المعارضة، لم يكن مع سلطة قط.
اي لما تقتنع بحرية التفكير تحتاج المعارضة، لان السلطة تمنعك من الكلام. اول شرط راسا يقول لك الله يساعدكم يا العراقيين، صار لنا قد على هذا الحال. او الله يساعدكم يا الشرق الاوسطيين. بس هو التطرف شنو؟ بالعكس انا كعلماني كثير من العلمانيين يعتقدون جرعة العلمانية اللي عندي غير كافية، بعد لازم أأكد علمانيتي. لأني أدعو منذ سنوات وأكتب وأقود حتى وساطات على الأرض لحوار ديني علماني في العراق، لأن في مجتمعاتنا لابد من هذا الحوار لصناعة صيغة استقرار اجتماعي تعترف بالطرفين وبحقوق الطرفين. قضينا عمرنا لو حكم علماني يضطهد المتدينين، لو حكم بجرعة دينية قوية يضطهد الحياة، طريقة الحياة العلمانية. هذا يجب أن يوضع حد له. فعلمانيا لا، أنا وسطي، أدعو إلى عمل مشترك بين الطرفين وتفاهمات مشتركة، تفاهم على كل شيء، من 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 شكل الحكم إلى نوع الأشياء اللي ناكلها ونشربها ونلبسها. أيام ما كنا بالحوزة ما أقدر أسمي نفسي متطرف، لأنه الفترة قصيرة، يعني من عمر قول 16 سنة إلى عمر 20-21، فهي فترة التشكل الأولى. أي شيء تسوي بها هاي المرحلة لا يوصف بأنه تطرف ولا اعتداء. نعم نعم، هاي المرحلة يمكن ممهدة فيما بعد، المرحلة اللي تكلمت بها حضرتك عن وجودك بالحوزة ممهدة إلى شيء آخر. بعدين هذا قربك، أو ربما ما يقال عنك أنك تحتاج إلى جرعة أكبر من العلمانية، ربما لأنك كنت صدريا في أواخر تدينك. لا، بمعنى من المعاني لحد الآن أنا أعتبر نفسي إلا مو لنا في سؤالي إلا لصدريتك، لأنه مو أواخر تديني. نعم. لا، محمد باقر الصدر بالنسبة لكل من يحب أنت ركن من أركان جريدة الجمعة. لا، كنت كاتب فيها. أي بس إحنا قبل هذا بالنسبة أنا حضر تواضعك تقول كاتب فيها. بالنسبة إن باقر الصدر نعم كان محاولة جريئة ل تطوير أساليب التفكير الديني، مع أنه دخل في مواجهة مع الشيوعيين، مواجهة تاريخية، ويمكن أبرز مفكر بالشرق الأوسط بين المفكرين الدينيين، واجه الـ 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 الشيوعيين في الستينات. لكن تشوف هذا الرجل يساعدك في فهم جوهر الفكر الماركسي ويتأثر بماركس، وأيضا محاولاته في أصول الفقه محاولات غاية في تثير الإعجاب، محاولاته في صوغ مسودات لقوانين حديثة أيضا كثير الإعجاب. أستثمر هذا الجمال اللي دا أشوفه بوجهك، وأريد أروح للصورة رقم 4. يعني هل هذا الكلام اللي قلته كان سبب في أنك حتى العام 2013 أردت ما نراه الآن، لقائك بالسيد مقتدى الصدر؟ يعني أنا قرأت تفاصيل التحقيق الصحفي اللي حضرتك أجريته في بيروت من خلال اتصال إجاك قبل ساعات، وكانت أسرع رحلة إليك بالطائرة، وذهبت للقاء السيد مقتدى الصدر. أنا أخذ منه ثيمة. أنت حين تكلمت مع الصدر ثيمة بسيطة، قلت: باحثون وصحفيون غربيون يقولون حاليا نحاول أن نفهم كيف ليمين إسلامي يوصف بالمتشدد أن يحمي التعدد المدني بمعناه الليبرالي الحداثي. أنا سؤالي هنا يسقط على 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 أرض الواقع، على اليوم، على المرحلة الآنية التي نعيشها. سرمد الطائي، تريد تعيد وجهة نظرك بما قلت؟ هذا ما قلت ذيك الفترة، نخليها في إطارها. ويمكن أنت تعرفها أكثر مني، يعني حافظتك ما شاء الله. ذيك الفترة فترة خروج الأمريكان من العراق، الحاج نور المالكي اعتبر أنه الآن أصبح رئيس وزراء. يعني في آخر يوم من 2011 اعتبر سنوات حكومته الأولى هي منقوصة، كانوا الأمريكان يحكمون. لما طلع آخر جندي سد الباب بسرعة، قال لي يلا الله وياك، جيبوا لي طارق الهاشمي خلى عدمه. شنو هالحفله السريعه اللي تحتفل بها بالاستقلال والسياده؟ انطي نفسك شويه سعاده فرح، ما
ما نطالنا مجال. طبعا من جاب طارق الهاشمي رأسا فهم الوسط انه هاشمي لن يكون اخر واحد. والشيعي قبل السني بدأ يشعر بالتهديد والكردي كذلك. فأنا من الأشخاص اللي اندفعت بنقد محاولة المالكي، معقول هاي أحلامنا في بناء الديمقراطية تنقلب بعد نص ساعة من خروج الأمريكان من العراق؟ نعم، استنادا إلى موروثك مع الصدريين، هنا محبتك للصدريين هي اللي دفعتك. لا أقصد هنا إجت مهمة حماية التعددية السياسية اللي المالك استهدفها، فاعتبرت السيد مقتدى الصدر كان حامي التعددية. ليش برزاني بذل دور؟ يعني لقينا القادرين على أن يقولون للمالكي أنت على خطأ قولا صريحا وشجاعا مستعدين للتضحية، هم قلائل بين أحزاب وساسة العراق، كان منهم عائلة الصدر مو بس السيد مقتدى، حتى السيد جعفر أيضا استقال في وقتها من جو المالكي بالكامل، وكان من الشجعان مسعود برزاني، وكان أحمد الشلبي الله يرحمه من الشجعان في مواجهة نور المالكي وتحليل الخطوات الخطيرة اللي يقوم بها نور المالكي. هذا السيد عادل عبد المهدي اللي اليوم كل احنا يعني ما نعرف ولا عندنا تفسير انه كيف يتورط بما يتورط فيه الآن من قمع للشباب بهذه الطريقة. كان شجاعا في مواجهة المحاولات الاستبداد والهيمنة التي قام بها نور المالكي جهلا منه بعلوم التدبير وعلوم الإدارة وعلوم السياسة. فالصدر بذيك اللحظة كنا نناقش شلون هو يمين متشدد يعتبر بس مستعد يدعم التعددية. نعم. السياسية بالطريقة العلمانية، لأن كان يقول الأساس هو أنه ظلم الناس خطأ مو صحيح. الناس سواء كانوا علمانيين أو متدينين لازم عندهم ديمقراطية، هذه الثابت اللي اتفقنا عليه، ديمقراطية تمنع الظلم وتمنع ظهور المستبد والدكتاتور. آل الصدر عندهم عقدة أكبر من الدكتاتور، لأن الدكتاتور ذبح عائلتهم. نعم. لم يبقي لهم فقيها، فهم يفهمون شنو معنى ظهور دكتاتور آخر وعودة القتل وعودة القمع وعودة وهل يدعم السيد مقتدى الصدر اليوم التعددية السياسية هو السؤال. أنا أعتقد الصدر رهاناته واضحة، هو جزء من حالة تؤمن بالتعددية، جزء من هو لا غير مقتنع باستمرار صفقات الفاسدة بهذه الطريقة حتى حين يتورط فيها أحيانا، لكن الظروف الراهنة الاحتجاجات هذه المفاجأة الكبيرة اللي فاجأت الجميع، هذا الجيل الجديد من المحتجين يربك أطراف كثيرة منهم سيد مقتدى، وأنا أتمنى هذا الإرباك عنده وعند غيره لا يستمر أطول من ما هو عليه، لأن فيه ثمن كبير سيدفعه العراق أزاء ذلك. طيب خلي أرجع لذاكرتي وتسلسلي الزمني. إجت 2003 أريد أفتتحها مع عراب، صورة رقم 5 مخرجنا، أي طبعا رحل مبكرا ورحل بشكل مفاجئ. يا أخي الحياة هي عبارة عن سلسلة مفاجآت في الغالب هي مؤلمة ومدمرة. كل شيء ما بي أبو زيد أحمد المهنة حلو تريف وصحته أحسن مني، فجأة يموت هيك يتبخر صدمة كانت. فأبو زيد تعلمنا منه كثير من الأشياء على أساسها. واحدة من الأشياء الأساسية في أنه ترك تأثير كبير طبعا على كثير من الشباب حوله، يا أخي يقاتل عن فكرة العراق وأنه انتمائك للمذهب والمنطقة. نعم. الجغرافية مستحيل يتعارض مع فكرة العراق والمواطنة. وأن استخدام الكراهية الطائفية هو أخطر شيء بالحياة، هذا تعلمناه وياه بشكل تفصيلي مو عن طريقة قراءة وأنت الوحيد وكتابة. نعم أنت الوحيد ربما الذي جعلك تستبقي دور المعارض في داخلك في مرحلة تقديمك للبرامج على قناة الحرة، يعني هو يعزز كان سعيد بها جدا طبعا ونماها، يعني هكذا فهمت انه نما هذا الموضوع. انت جئت باحثا الى الحرة بصفة باحث ثم انتقلت الى تقديم البرامج من خلال هذا الـ هذا الـ هذا الرجل، يعني هو الذي طرحك اي ورطنا بها بالعكس اثر الشاشة العراقية الله يسلمك. بس كان توريط خاصة عمر مبكر. نعم يعني كنا بنحتاج الى تدريب اكثر،
كنا نحتاج الى خبره اكثر في مو بس السياسه، نعم، في التلفزيون وغيره، بس ما كان اكو وقت لاي شيء. الطريقه الوحيده الممكنه كانت هي انه تنغمس في العمل، نعم، وسط تلك الحرب الغريبه العجيبه. الحره اغلب المقدمين بها هم يعني باحثين، هم باحثون الان، يعني جلكم مو مقدمين عاديين، لا، باحث ومقدم برامج. هاي يمكن امتياز تعطي للمقدم، لان المقدم يستطيع ان يكون ان يقود مناظره مع ضيفه، وهذا طبعا يحسب للحرة ربما برأي الشخصي المتواضع جدا. ما دي توافقني عليه او لا؟ هو هنا الامر يناقش عاده انه في بعض المراحل التاريخيه البلدان يعيشون على صحافه الاخبار، صحافه الخبر، احيانا تصير هزات قويه عميقه ونوع من الانفتاح، فتتحول صحافه الخبر الى صحافه رأي. في 2003 وصولا الى اليوم صحافه الخبر التقليديه لم تستطع ان تبحر في هذا الموج الرهيب، كانت بحاجه الى شيء اقوى يحمي الخبر اللي هو الرأي. فلذلك من له صلة بالرأي، باحث، كاتب مهتم بالتاريخ، أن الحرة كانت الذين تختار رجالها ونساءها طبعا. اي يعني طبعا أحمد المهنة كون الفريق الأول، نعم، وكانت بصمته استمرت إلى الأخير يعني في تشكيل ذاك الفريق. طيب خلنا نروح للصورة رقم 6، يمكن ما تختلف فيه عن اللي قبلها. صديقك العزيز الفخر الكريم، استاذنا واخونا الاكبر، هو في المعارك، هاي مرحلة المدى طبعا. اي المدى كانت اول وسيله اعلام عراقيه من 2003 انا انشر بها، نعم، مقالي الاول بالعراق، رحت لقيت زهر الجزائري وحيدر سعيد، وكانت المدى العباهله حفله مفكرين و نعم، وادباء كبيره يعني سهيل سامي نادر، دكتوره سلوى زكوا، بعض الراحلين أيضا، نعم، من أصدقائنا قاسم محمد عباس الله يرحمه ولا يهونون الباقين، بس قطعت عنهم ورجعت بال 2012 يمكن. المدى كانت تجبرنا أنه نشتغل وياها لأن كانت رأس الرمح في المواجهة المدنية ضد مستويات التشدد والتخلف، مو بس هاي والدكتاتورية، مو بس هاي. بالنسبة لسرمد الطائي، أنت ربما تحب فخري كريم كشخص، اختلفت مع يعني ربما على مستوى العمل، لكن علاقتكم مد وجزر عمليا مو شخصيا، لا، هذا أيضا اللي فهمته. وبما أنه تكلمنا عن العباهل أصدقائك، أريد أخذك لفضاء أرحب بالصور رقم 7، مو الصورة، هذولا طبعا راح تطلع لك صور متسلسلة لأصدقائك، بديتها بهذا الشخص طبعا، صديق قديم، أصدقاء سرمد طبعا، تحية لهم طبعا، بيهم زملائنا وبيهم أصدقائنا وأساتذتنا. أي وين جايب الصورة هذه؟ أو هذه 2003 يمكن 2004 لأن هذا صديقك العتيد. أي طبعا قيس أيضا كاتب جيد، قارئ نهم. أي مجموعة الصور، أغلب أصدقائك إلك وياهم مشتركات طبعا. اللي عيد أسأله أهم مشترك بينك وبينهم طبعا، هاي لحظة صفاء مع كوكب حمزة. كوكب تحية كبيرة، الكوكب الكبير. المشترك بينك وبين هؤلاء طبعا، أيضا سرمت صديق نفسه هنا في هذه اللقطة. الرحلة في الجبال من أجمل الأشياء اللي نعيشها في كردستان. نعم، ويمكن أصغر أصدقائك عمرا الأخ العزيز الزميل علي وجهة، الشاب الذي يكبر بسرعة هذا. إيه نعم، أبو معنى. إيه صديقك حيدر الحبيب. نعم. المشترك اللي بينك وبين أصدقائك شنو غالبا؟ الهم القراءة.
الكتاب يجمعنا، كتاب خطير، الكتاب يجمع الناس بشكل مذهل عبر التاريخ. صار مهرجان أنا عراقي أنا أقرأ 2012، ضحك الكثير من زملائنا قال شنو هذا المهرجان مخبوص الدنيا به، هو نعم. معرض كتاب على ضفاف أبو نؤاس شكو. بعدين ورا سنوات من سوينا جردة حساب لقينا كل هذه موجة الاحتجاج اللي نشوفها اليوم واللي تهز العروش طالعة من تجمع الناس حول قيمة القراءة والكتاب لأن بقوة. أكو مشترك اتهامي أيضا بيناتكم، عندكم متهمون ربما بشيء، شنو ممكن تكونون متهمين أنت وأغلب من رأيناهم هنا في هذه الصورة؟ معظمهم يكافحون خطاب الكراهية الطائفية عند جميع الأطراف في البلد، يدعون إلى دولة المواطنة، مؤمنين بسيادة قسم منهم بسيادة العراق. نعم قسم منهم يقول لك لا هم ذول اللي يدججون الكراهية، لأنه سنوات طويلة نقاتل ويقولون أنتم تحلمون. نقول لهم ستأتي لحظة سيادة العراق وتسقط فيها الرموز التي تتدخل بشكل واقع في سيادة العراق. يقول تحلمون، الآن الحلم أصبح حقيقة وصاروا المتدخلين يرتجفون من مستقبل الذي سيقرره الشباب العراقي. كانوا يقولون خطاب الكراهية الطائفي سيبقى بقوة ولن ينحسر، لكن لاحظنا أنه الشباب أيضا قدروا يعملون على جعل الخطاب هذا ينحسر، والآن أولاد الموصل والرمادي يفترون بالنجف وكربلة 24 ساعة، وشباب البصرة تلقاهم ماخذين مبادرات ورايحين للموصل ورايحين التكريت، والمصاهرات بدأت ورجعت الشراكات التجارية والاجتماعية. فقصدي الأحلام اللي كانت عندنا شاهدناها تتحقق وإن بشكل تدريجي لكن مندفع وقوي وراسخ. نشهد اليوم تحول اجتماعي كان يعتبر مستحيل. يمكن هذا التحول أحد أبطاله اللي راح نشوفه بالمقطع والرقم 8. اي هذا يوم اللي عرضه لا هاي ما تكفي، اكو شيء بعدها ويا الصوره. اي أبو التكتك ليش أثر بيك لهالدرجة؟ هو كان ممكن يصير بي جبل أحد وهذه الساحات لما هو يعني أكو صور وفيديوهات كلها احنا شفناها، ما كان ممكن لأي جهد أن يقوم به سوى دور الشباب صغار شجعان يحبون الحياة يحبون دور البطولة يردون يأثرون في مجتمعاتهم. المنظومة القيمية ربما مو كلش قامت تعني لهم، أكبر واحد بيهم الآن ممكن يكون عمره 25 سنة، ما تقدر تأشر عليه بيدك وتقول لك أنه والله هذا ينتمي للجهة الفلانية التي كانت يعني يوما ما، يعني ما تقدر تقول عليه بعثي بين قوسين، خلينا نحكيها بالعراق الفصيح. هذول شباب طلعوا بهاي الطريقة وربما بعفوية زائدة، لكن الموضوع مو شوية خطر أن يطلع خارج السيطرة؟ طلع بعض الأحيان خارج السيطرة ببعض الشعارات ببعض الهتافات، رغم أحس أنه الموضوع زي العسل على قلبك، لأنه أنا سامع لك تصريحات تقول أول ما يدوسون رح يدوسونا، تتكلم عن جيل. أي هذا إحنا لأنه دائما ندعو إلى أصلاح النظام مو إلى أسقاطه، إصلاح النظام فطوال هذه السنين فلما يجي هذا الجيل الجديد يقول أسح لك مع النظام، هذا النظام لازم يسقط، ما ممكن إصلاحه. كنا مصرين أنه ممكن إصلاحه. أنت بعدك مؤمن بالإصلاح بعد صار أنصار القتل؟ صارح نفسك بعد إيه؟ أنصار هذا القتل وموجة القتل هذه وإجوا ميليشيات استولوا على القرار الأمني والسياسي ومعظم قادة البلد ساكتين أو يكادون أن يكونون ساكتين، لا أجد أنه أكو طريقة تنعش هذا النظام، لا بد من تغيير عميق في خارطة القوى وفي طريقة العمل والأداء. اللي صار شنو؟ 2018 مظاهرات البصرة، نعم، وصل الغضب إلى إحراق القنصلية الإيرانية، نعم، كتبت اللوموند الفرنسية
الصفحة الأولى مالتها نيو جينيريشن أو بالفرنسي يعني جيل جديد بالعراق. فلما انتبهنا بعدين مع باحثين محليين وأجانب فعلا فئة المتظاهرين والفروق بينها وبين أجيالنا. أنا كاتب نص مطول إلى كثير من قادة البلاد. نعم. مسلمة إلهم باليد أنه اللي صار بالبصرة خطير ولن يتوقف، وإن كان تصورون توقف إنه كان شرارة سيعاد تكراره بطريقة بالطريقة التي حصل. شباب كلهم بنات هواية نازلات ويا الشباب، يعني اكو تحول اجتماعي هو اللي قاد إلى هذا. شعورهم بأنه يريدون يشاركون في تقرير مصيرهم لأن ما عجبتهم طريقتكم في إدارة البلد بشكل كامل، عنيفين جدا لأن غاضبين جدا، وسيحرقون رموز لمن يخرق سيادة الدولة ولمن يدعم خارقي سيادة الدولة. القنصلية الإيرانية ومكاتب الميليشيات أحرقت في البصرة. في البصرة كان في بروفا لهذا الجيل قرر أن يكررها في 2019. أنا ما كنت متصور 2019، كنت أقول يمكن 2020 أو على الانتخابات الجاية، لكن كنت أقول للقادة اللي ألتقيهم الغضب هذا بحاجة إلى إدارة. إذا كانت داعش تقول طريقتهم بالعمل إدارة التوحش، نعم، فإحنا اللي ضد داعش لازم صير طريقتنا إدارة غضب الشباب بطريقة صحيحة وتحويله إلى موجة داعمة للإصلاحات وداعمة لتعديل النظام وداعمة لنهضة صناعية وعلمية وفكرية وثقافية في البلاد. كالعادة يتماهلون وما يقدرون ويقدمون مبررات أكثر ويهملون هذه الفكرة إلى أن انفجرت القنبلة في وجوههم وكل احنا ندفع الثمن. لكن التظاهرات إلى الآن ليس لها قيادة يا صديقي، يعني سائرة على كل شيء. هذا أيضا يعتبر البعض توحش أنه ماكو قيادة واضحة. أنا اليوم عندي مشكلة مع سين من الناس، أقعد على طاولة مفاوضات، من يمثلني اليوم؟ هذا السؤال. يعني أن, 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 أن نكون بمجموعة ونخرج ونهتف 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 وماذا بعد؟ هاي المفاوضات جاي يصير الآن بالفيسبوك، الثائر يكتب بالفيسبوك والسلطة بالفيسبوك، كل واحد يحسب التغيير من وجهة نظر. أنا متأكد أنه حتى من ضمن المتظاهرين الآن هنالك من ربما لديه إيمان بتغيير قد يحصل من خلال الإصلاح لا من خلال التغيير التام. لذلك يعني الفرقاء والتيارات المتنوعة داخل الاحتجاج أجمعوا على نقاط أساسية هي التي تفسح المجال لكل أنواع التغيير المنشود: انتخابات عادلة بقانونها ومنفذيها وبنزاهتها وإشراف دولي يضمن نزاهة المراحل الثلاثة. هذه الانتخابات إذا صارت بهذا الجو التشريني، وإذا صارت يوم 25 تشرين الجاي الذكرى السنوية الأولى، سيمكنه أن يتيح تمثيلا لقطاعات عراقية واسعة ما ممثلة بالسلطة البرلمانية داخل النظام هذا. ستغير الانتخابات في هذه الأجواء نحو 70% من موازين القوى. هذا الأمر هو الذي يرعب الميليشيات اللي صارت دولة ويرجعهم ميليشيات تحاسبهم دولة، الدولة التي ستمثل الشعب. هذا اللي يخليهم مرعوبين ويبدون يلعبون على قانون الانتخابات، على شكل المفوضية، وعلى قصة الإشراف الدولي اللي هو مو بس إشراف أمم المتحدة، كل العالم راح يجي يشرف، وأبو التوك توك راح يراقبها المظاهرات. تلقى أبو التوك توك عند كل مركز انتخابي وعند كل محطة واقف، وتلقى الناس 80% قاطعة الانتخابات الماضية راح يروحون بدموع الوطنية العراقية اللي ولدت الآن من جديد، يروحون يشاركون ويغيرون المستقبل السياسي لهذا البلد. لذلك الجميع مرعوبين، مو فقط الإيرانيين مرعوبين والأحزاب التقليدية مرعوبة، حتى أعتقد القوى الغربية أيضا مرعوبة أنه شنو هالمارد اللي يريد يطلع من قوقم الجعفري اللي حكي عنه الجعفري فديو. مع العلم أنه كثيرين يقولون هاي التظاهرات تقف خلفها القوى الغربية. أعتقد الغرب يخشى العراق القوي مثل ما الشرق يخشى العراق القوي، لأن العراق منفلت العقال بهالكبرياء. احنا عندنا بشخصياتنا كبرياء مبالغ به، نعم، وهذا حكينا عنه بشخصية صدام، كبرياء مبالغ به، انفعال مبالغ به،
فالأعداء اللي يتكتكون وبهدوء وعندهم صبر يلعبون بينا، مرة يجرون الحرب، مرة يدفعوننا على فت قضية، مرة بس إن شاء الله تصير الخبرة السياسية ترجع بشكل أفضل، حتى نتذكر مدرسة العقلانية السياسية اللي كانت موجودة في الأربعينات والخمسينات، واللي فضلها تحولت المدن الصغيرة البدائية إلى دولة ومطارات ومصانع وموانئ وخطوط نقل سريعة وجامعات، وصاروا المهندسين اللي يجون من باكستان وتركيا وإيران يدرسون فيزياء نووية في بغداد. نعم. في الخمسينات بزمن نوري السعيد. هذه النهضة أيضا ممكنة، وأكو مدرسة عقلانية عراقية ممكن يعاد الاعتبار. خليني من العقلانية، خليني بالانفعال. محمد توفيق علاوي، يعني أن يكون بديلا لعبد المهدي، هذا جزء من الانفعال؟ هو لازم نجري تعريف لمهمته. مهمة رئيس الوزراء الآن مو إصلاح العراق، ممنوع عليه يصلح العراق، مو شغلته قيادة العراق في مرحلة انتقالية، فقط ينفذ الانتخابات. الإصلاح يبدأ، حتى المرجع السيستاني أيضا حلو قال ذاك اليوم. نعم. قال ترى القرارات الخطيرة لا حد يتخذها الآن، انتظروا الانتخابات، البرلمان المقبل الناتج عن انتخابات نزيهة فيها تمثيل كبير للناس، هو اللي راح يتخذ شكل الإصلاحات المطلوب. محمد علاوي هذه وظيفته، هل يصلح لها؟ مشروط بشجاعة، لأنه سيواجه أعتى الأفاعي والتنانين الداخليين والخارجيين اللي راح يتآمرون على الانتخابات المقبلة. فريق المطلوب الآن هو فريق انتحاري شجاع مستعد أن يقطع رأسه في أي لحظة. هل هو مستعد لهذا؟ هذا ما سيحاول أن يقنع به ساحات الاحتجاج خلال هالشهر المتبقية لتشكيل الحكومة. أقنعهم أقنعهم، ما أقنعهم يسقطوه يسقطوا العشرة مثله. أنت مستعجل يمكن تروح لبغداد؟ أي طبعا مشتاق، أي لحظة نروح، شلون لعدت بغداد أكثر مدينة انطردت منها، يوميا انطرد بدري شنو القصة، يوم يطردون القاعدة، يوم يطردون جماعة المالكي. إذا وديت إذا هسه وديتك لبغداد وين تروح أول شيء؟ دائما نروح بغداد، هاي تمشى على ابو نواس الى ساحه التحرير، نضرب لنا نحبتين. ايه يم جواد سليم نحبتين. اي حتى من اوصل بالثنتين بالليل انا اروح قبل ساحه التحرير فارغه تشوله. احيانا نهتف. ايه هسه ما تلقاها معين. ايه هسه ما تلقاها تشوله. لا طبعا هسه اثثوها الشباب، بس احنا مجموعه ابتعدنا شويه نخاف نسوي مشكله. ما نريد يستغل وجودنا لإحداث رعب داخل الساحة. ببغداد تكون يكون سرمد الطائي أبيض من كل شيء؟ لا أبيض شلون، عند تسرعات ونذالات وخيانات تسرعات ونذالات. من يقدر يقول أنا أبيض؟ لا لا مستحيل، بس أتكلم يعني على الأقل على المستوى النفسي، السلامة مع الذات، نظر إلى نفسه في المرآة هكذا. بغداد مدينة مذهلة، حين ذهب إلى بغداد تجرد من كل شيء. بغداد مدينة مذهلة لا يعرف فيها غريب، تحتضن الجميع كأنهم أبنائها. حتى الموصل والله من رحت شفتها مع أنه مهدمة، بس روح المدن العراقية بي طعم آخر، أكو دفء من تروح خارج العراق وتجي ترجع تمشي مثلا بالبصرة، تمشي بالنجف، تمشي الموصل مهدمة بس أكو دفء بالتعامل مع السكان، دفء هائل ما تشوفه بالبرة. يعني خارج العراق لو بجيبك مليون دولار تشعر أنك جائع وأنك مهدد وأنك لو أكو أكبر قانون، بس ما ترتاح. المدن بالمدن العراقية ممكن تمشي وما بجيبك فلس، بس تشعر بأنك شبعان وأنك مرتاح، وأكو هواي ناس تقدر تقعد وياهم تسولف وياهم وتمضوا وياهم وتتبادل وياهم. نعم. خبرات مهمة. أنا أعتقد أيضا أن المدن الكبيرة أم، ولهذا خلي الروح للصورة رقم 9 إذا أكبر المدن. هذه سنة يعني سنة 77، هي سنة 77 هذا الثلاثي. أي هذه تفرد لوحدها مخرجنا العزيز. مشكلتي ويا سميرة حسن عبود عشنا فترة قصيرة وياها، رحلت مبكر. نعم. عن عمر 45
سنة أول ما رحنا وراء حرب 91 رحمها الله. أي يمكن هي المدينة الوحيدة اللي يصعب عليك زيارتها لأنها ربما في الأحواز. إيه يعني قصدي ما أشبعنا منها. الوالدة طبعا رحمها الله توفت بسرعة بس تركت أثر تربوي كبير علينا. يعني حبنا للقراءة والكتابة والمبكر اشتغلتنا. يعني أنا خلصت الابتدائية يمكن قاري الأشياء اللي يقروها بالإعدادية بالعلوم والتاريخ والسير وشوية أشياء دينية والموسيقى وبشكل بدائي. يعني احنا في ظروف كانت مناضلة هي خلتنا نقرأ ونتعلم بظروف 24 ساعة. حياتنا عبارة عن حقيبة بها بعض الملابس ونتنقل من حي إلى حي. نقصف هذا الحي ننتقل إلى حي آخر. نقصف شرق البصرة نروح إلى غرب البصرة. ما أتذكر كملنا سنة دراسية في مدرسة. دائما 4-5 مدارس نتنقل إلى أن يخلص هذا العام الدراسي والامتحانات. فبذيك الظروف كانت بطلة هي. نعم هي امرأة حياتك. أي بالتأكيد. هي أيضا تمثل الروح البصرة المتمدنة جدا اللي البصرة تأذت بالحروب. نعم. روح المدنية تعثرت. كانت سميرة تمثل روح المدنية من عائلة أصلهم بالنقل البحري. دول اللي يشتغلون بالنقل البحري يكونون متخالطين ويا الناس فلغات وثقافات. يعني بيت جدي أبوها. نعم. الفارسية والإنجليزية فضل عن العربية وآداب هاي تسمعها دائما. نعم. وتنوع الأكلات وتنوع العادات ربما حتى. والمجلات الجاية من أمريكا. مع أنه ناس بسطاء موظفين طبقة وسطى بس ذاك الزمن اللي فتحنا عيننا. نعم. عليه بداية الثمانينات كانت مدنية العراق لا تزال صامدة أزاء هاي التحولات العنيفة الداخلية والخارجية. فإحنا محظوظين شفنا اللقطة الأخيرة من المدنية شبه المستقرة في البلد. اليوم أو يوم قل لها شيئا رجعنا الصورة. لا تبتشيني أرجوك. لا 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 ولا بينا حيل. لا هذول مو البتي ثوار مال تشرين صار لنا خمي وهذا الشهر الخامس نبكي راحت عيوننا. شنو نقول يعني ما نقول شيء إلا أنه الإنسان لما يريد يغادر الحياة يجب أن يغمض عينه على أشياء جميلة. نعم. سواها بحياتها. أعتقد هي أغمضت عينها على حياة جميلة على صعوبة فاضلة جدا ومناضلة. نعم. ولها الرحمة طبعا والعمر الطويل إن شاء الله للسيد عبد الجبار أبو سرمد اللي عندك ويا عبد الستار عفوا. رسالة مطولة. أشتاق له الآن وللبصرة التي يمكث فيها ويحبها حد الموت. نتذكر كل العواصف الرهيبة حيث كنا شجعانا لأننا نختبئ تحت أشجارك. حالتني إلى مقال أيضا عن الأب يقول حملنا أبانا يعني وهو في النعش فتساقط المطر وكانت آخر مرة نحتمي فيها به. إن شاء الله طولت العمر للسيد الوالد رحم الله أبانا إن شاء الله. وأنا أشكرك جدا الله يسلمك أستاذ سرمد على تشريفك اليوم إلي بذاكرة معاصرة. كلمة أخيرة لذاكرة معاصرة أحب أسمعها منك وإن كانت نصيحة. مدام هو ذاكرة فيتعلق بالتاريخ يقولون الأصدقاء اشتقر هالأيام يقول لهم أقرأ تاريخ الأشياء التافهة. لأن هذه الأشياء التافهة هي التي تصنع العالم. تاريخ الملح والشاي والقطن والبارود وتاريخ الأشرعة. نعم. وتاريخ الخيول. هذا التاريخ البسيط هو اللي يصنع حدود الإمبراطوريات ويصنع التحولات الكبرى بالعالم ويعلمنا معنى أن نكون منتجين وأقوياء وحكماء في إدارة خلافاتنا وصناعة المستقبل. نعم. حضورك كان شرف لي أستاذ. حبيبي أستاذي. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي المشاهدين. في الختام تقبلوا تحيات كاد العمل وتحياتي أنس عبد الرحمن النوه بأن حق الرد مكفول لكل السادة والذوات والجهات التي ذكرت أسماؤها في هذه الحلقة وإن تلميحا حتى نلقاكم من جديد في أمان الله وحبه. أستاذ سرمد شكرا.